السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بخير، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، وربنا ينصر اخواننا الفلسطينيين يا رب. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب. الله، تعالى يا لبنانية، ما شفتكش. تعالى تعالى واكلك جوز يا عم الحاج. نوري لكم بقى ايه الفطار بتاعنا والقعده بتاعتنا. لامي في قدام كده شويه. طبعا انا بصحبه يحيى. يحيى صباحه. صباحه صباح صباح. يحيى اول يوم السنه دي هيفطر بره البيت. طبعا ده العش بتاعنا اللي احنا هنقعد فيه، ده يعتبر مكاننا. دي كده الغرفة، دي تعتبر للقعدة، ده المنامة بتاعتنا. دي المنامة بتاعتنا اهي. الجزء ده بقى الحمام بتاعنا، وده الايه وجبة الفطار بتاعتنا اهيت. بس كده اهي ناكله ان شاء الله بطاطس باللحمة المفرومة. عم سعد برضو ايه مشارك، راح يجيب لنا سمك طازة من البيت، وربنا كريم اهو، ربنا اراد لنا رزق يبقى رزقنا، ربنا ما قرتش، فالاجواء دي طبعا ما تتعوضش. هنقعد انا كده بقى ايه قدام الفلوكه، نستنى رزقي لحد يا اما الاكل يجهز، يا اما المغرب تأذن، يا اما ناخد سمك. ربنا كريم.